جميع الدكاكين السياسيه اللي قلناهم ماذا قدمت للناظور؟ باعت الناظور بثمن بخس دراهم معدوده. حليش، الرحمولي، منعم شوقي، اضف اليهم واحد المسمى الشرانتي للاسف الشديد زد ولين ميتي الشينات ونيتي يعتبر نفسه رئيس يعني جمعيه حقوقيه ريف الكابيرة على ما اعتقد مرور الطب ونيتي اختصبها مشكوح عباد الله اختصبها مشكوح والاختصاص السلمي ليه القانون السماوي او الواقع ويخصص الاعدام صاحبي فبالتالي ذكرني الدوله مش جمعيه حقوقيه واش وليتي جمعيه حقوقيه هو اللي يدافع عن حق المواطن هو اللي يدافع عن حق المواطن احابوش يغتص بيض يفوت زي الحبس وشاس الدولة الرخصة من الجمعية الحقوقية لأن ذاك انتهازيا من غاب راجل شك زي حليش من غاب راجل شك زي وني منعم شوقي قبل طج والأكثر من ذلك نقطة يعني أنا لا تشرب القيمة هو والدي بالنسبة لي الوجه ليس بالعدنية سماغة لأنه ظل يهاجم الحراك ويهاجمني ثم تبين عقيمية وقاسي السكينة الناظور إني لا يقان ماشي الساكنة إني لا يقان أو الدقيني يوسف على رفتنا زاندي أربعة جنية إذا كون كشين زي الميزانية الباقي في سيت وجدة ثين عشرين هو هني كوشي راح عند وجدة ماغا لأنه إيو ذاني دجال سوال ذي نسيس منهم بين قوسين ولو أنه لم تخولوا لهم في لقاء مجرد بيادق مجرد انتهازيين مجرد أشخاص في بطونهم تسمى سموم وزما دافع عن خندق نقول لان مركز السورة انا ما خصناش نضمن ملفات الفساد وملفات النار والسرقه وكذا.